لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين الكرام، أيها الإخوة والأخوات، إخوتنا حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخير والسعادة، وأهلا ومرحبا بكم معنا عبر القناة السعودية الأولى. نحييكم في هذا اللقاء عبر برنامج في خدمة الحجيج، وها هي الحلقة الثانية اليوم الجمعة الثالث من شهر ذي الحجة من عام 1438 للهجرة. نتمنى إن شاء الله أن نوفق في تقديم كل فقرة تحوز على رضاكم وتنال استحسانكم ومواكبة وتزامن مع هذا الموسم العظيم وهذا الركن الركين من أركان الإسلام الخالدة، شعيرة الحج ووصول الحجاج إلى بيت الله الحرام وإلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في هذه الأيام، وهي تستقبل وفود الرحمن يوما بعد يوم، وتزداد الأعداد في إحصائياتها النهائية. ونتمنى إن شاء الله أن يسهل رب العزة والجلال على حجاج بيته في أداء مناسك حج هذا العام، وندعو الله تعالى بالتوفيق لكل من يخدم حجاج بيت الله الحرام من أي مكان ومن أي موقع. ونحن في هذا البرنامج يسعدنا أن يعني نتواصل معكم في تغطية الكثير من الاستعدادات والتجهيزات النهائية لكافة أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة، أيضا المؤسسات الخاصة واستعداداتها وخدماتها التي ستقدم لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام. ولم يتبقى على الوقوف بصعيد عرفات الطاهر المبارك سوى 5 أيام، ونتمنى إن شاء الله أن يكون حج هذا العام في يسر وسهولة بمشيئة الله تعالى. وسنتابع لحظة بلحظة كل الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين بكافة طاقاتها البشرية والآلية، وكل الوزارات استعدت كما تابعتم مبكرا لخدمة هذا الوافد الكريم. فمرحبا بكم أعزائي الكرام، ونتمنى إن شاء الله أن نقضي وإياكم ساعة كاملة من الآن حتى 12:30 من هذه الليلة في تغطية الكثير من الاستعدادات والتجهيزات لبعض القطاعات. مرحبا بكم، وأمتع الأوقات وأسعدها أرجوها لكم مع فقرات البرنامج. لبيك ألبي نداء حج البيت، من المكان البعيد أتيت، وغير بابك غير بابك غير بابك ما رجيت. أيا ضيوف الرحمن، أهلا حللت بيننا، أهلا وطأتم دارنا سهلا، يهنيا بك أثنى تعاهدنا واجتمعنا، بخدمتكم نرقى بحج بيت الله نرقى. أهلا ضيوف الرحمن، أهلا حللت بيننا، أهلا وطأتم دارنا سهلا، يهنيا بك أثنى تعاهدنا واجتمعنا، بخدمتكم نرقى بحج بيت الله نرقى. أهلا بكم من جديد أعزائنا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة. نحييكم مجددا، وكما ذكرنا بأن البرنامج وهو برنامج في خدمة الحجيج سيتواصل مع كافة الجهات الحكومية والوزارات التي تخدم حجاج بيت الله الحرام من خلال الخطط التي أعدتها مسبقا من قبل فترة الحج، وسنواكب هذه الجهات حتى نتعرف على ماهية هذه الخدمات وكيفية تنفيذها في مكة المكرمة، أيضا في المشاعر المقدسة، أيضا في منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية التي تستقبل حجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة. وبالنسبة للأجواء في مكة المكرمة كانت خلال اليومين الماضيين جميلة بهطول الأمطار الغزيرة ما شاء الله، وتلطف الجو هنا في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة. إن شاء الله يكون يعني جو مكة في الأيام القادمة مناسب ولطيف جدا على الحجاج وعلى كل من يعملون في الميدان.
ولعلنا نتابع آخر يعني التطورات الحالة الأمنية والمرورية من خلال اتصال مباشر مع الرائد عبد الله بغدادي المشرف على شعبة الإعلام والعلاقات العامة بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقة مكة المكرمة. رائد عبد الله يعطينا يعني تقرير مفصل يومي عن الحالة المرورية في مكة المكرمة، أبرز الملاحظات في الشوارع والميادين في داخل مكة المكرمة، أيضا في المشاعر المقدسة. رائد عبد الله، أسعد الله مساءك. أسعد الله مساءك، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله، يعطيك العافية. أنت على ما تقوم به وتقدمه لنا من خلال يعني وجودك معنا في كل حلقة، حتى يعني تطلعنا على الجديد لديكم في الحالة الأمنية والمرورية يعني على حد سواء، وخصوصا أنه المركز الوطني للعمليات الأمنية يعمل على مدار الساعة. رائد عبد الله، واجبنا إن شاء الله. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. فيما يخص الحالة الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، بفضل رب البريات ثم بفضل رجال الأمن الذين يتفانون في أداء الواجب وفق خطط أمنية ووقائية وتنظيمية، مما يمكن المواطن والمقيم والزائر وجميع ضيوف الرحمن بالعيش بكل يسر وسهولة وأمن وأمان وإطمئنان في أجواء مفعمة بالسكينة. طبعا ورد لمركز 911 خلال الليلة الماضية عدد 51173 اتصال بمعدل 36 اتصال في الدقيقة الواحدة. غالبية هذه الاتصالات تتعلق بجوانب خدمية وإنسانية وجوانب متعلقة بالسلامة. فيما يخص الجهات المساندة، بحكم وجود مندوبين مختصين لدينا في المركز على مدار الـ 24 ساعة للمساندة في البلاغات الأمنية، فشارك الهلال الأحمر في 23 حالة إسعافية، الشركة السعودية للكهرباء 32 حالة، الأمانات 62 حالة، شركة المياه الوطنية 17 بلاغ. أيضا حاب ألفت نظر السادة المستمعين لظاهرة ملفتة وخصوصا هذه الأيام، وهي عدم الالتزام بالوقوف الصحيح بالمركبات وإعاقة المركبات الأخرى وإعاقة الطريق كذلك. فتلقى المركز عدد 337 بلاغ عن مخالفات مرورية، مجملها هي إعاقة المركبات. وبشكل عام العنصر البشري هو محور السلامة المرورية والمحرك للعملية المرورية. فيجب أن يتحلى الإنسان بالعقل والإحساس بالمسؤولية والإلمام واتباع تعليمات السلامة المرورية. طبعا لا ننسى ولا ننسى دائما أننا الآن في هذا الموسم الفضيل، وجب التذكير دائما والتشديد على تعليمات السلامة، ومن ضمنها حظر استخدام الغاز، فيجب الامتناع عن بيع وتداول الغاز في عمليات الطبخ، وبشكل عام عدم الطبخ إلا في المواقع المخصصة لذلك. أيضا التأكد من وجود مطفيات الحريق بالقرب من مواقع الطبخ، وأيضا في أنحاء المخيمات ضرورة وجود شخص مختص بالسلامة والإطفاء، أيضا تبليغ 911 بكل مخالفة تراها تحقق مبدأ التعاون. ولنتذكر أيضا أنها مدة زمنية بسيطة لا تتعدى أيام، فيجب تحقيق مبدأ السلامة والتقيد بالتعليمات والإرشادات. نعم. من جانب آخر، فيما يخص الحركة المرورية والكثافة، فنلاحظ من خلال أنظمة المتابعة الأمنية لدينا في صالة المتابعة الأمنية، نبدأ بالحرم المكي الشريف، نلاحظ الكثافة في صحن المطاف 70%، الدور الأرضي 40%، الدور الأول 30%، المسعى 60%، أما البدروم 30%، والساحات 20%، توسعة الملك عبدالله 8%، وأخيرا السطح 15%. بالنسبة للعاصمة المقدسة، يوجد كثافة متوسطة على الاتجاهين في شارع 60 الرئيسي، أيضا طريق أم القرى كثافة مرورية فوق المتوسط باتجاه الحرم المكي الشريف، أيضا شارع الحدود على الاتجاهين يوجد كثافة مرورية فوق المتوسط، وطريق الملك عبد العزيز الكثافة متوسطة على الاتجاهين تزداد في الاتجاه للحرم المكي الشريف. أما في محافظة جدة، فنلاحظ طريق الملك فهد الكثافة خفيفة وتزداد للمتوسط عند الطرق المتقاطعة مع طريق الملك فهد كشارع صاري وشارع الأمير سعود الفيصل. أيضا نلاحظ شارع حراء كثافة متوسطة باتجاه الغرب،
وكثافة متوسطة في طريق المدينة باتجاه الجنوب. أيضا نلاحظ كثافة متوسطة في طريق الأمير ماجد وتحديدا أمام فليمينغو مول، وبشكل عام في محافظة جدة الحركة انسيابية ورجال المرور شاكرين جهودهم في عملية تنظيم الحركة السير من خلال الدوريات السرية والدوريات الرسمية والراجلة. نعم نعم، الله يعطيك العافية رائد عبد الله. يمكن ذكرت أنت خلال التقرير أو الملخص اليومي أنه اليوم استقبلت 51 ألف اتصال أو بلاغ. صحيح، 51 ألف اتصال وليس بلاغ. هذه الاتصالات تتعلق بجوانب إنسانية أغلبها وخدمية، وأيضا جوانب متعلقة بالسلامة. فنحن نشكر خصوصا في البلاغات التي تكون يعني تختص بجوانب السلامة، سواء أعمدة عائلة سقوط أو أسلاك كهربائية مكشوفة أو حفريات أو هبوط أرضي أو خلافه. فهذه أو جوانب خدمية كاستفسارات عامة. فنحن في الحقيقة نسعد بهذه الاتصالات، خصوصا أن هدفنا هو أن نشعر المواطن أو قصدي منطقة مكة المكرمة أن 911 هو الملاذ الحقيقي له. صحيح صحيح، الله يعطيك العافية رائد عبد الله بغدادي، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله التقرير القادم بتفصيل إن شاء الله آخر إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. العفو، في حب الله. إذن أعزائي الكرام، كان هذا الرائد عبد الله بغدادي، وهو المشرف على شعبة الإعلام والعلاقات العامة بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911، متحدثا ومفصلا الحالة الأمنية والمرورية خلال هذا اليوم في مكة المكرمة، وأبرز الملاحظات التي رصدتها غرفة العمليات الأمنية. ومن التقرير اليومي إلى قطاع الجوازات، بطبيعة الحال المديرية العامة للجوازات هذه الأيام تعمل على مدار الساعة لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ لحظة وصولهم إلى الموانئ والمنافذ للمملكة. وبطبيعة الحال أهم منفذ أو يعني مدخل للحجاج هو مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، يستقبل يعني النسبة الكبرى من الحجاج يصلون عبر مدينة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي. والواقع أن الجوازات تعمل على مدار الساعة لاستقبالهم وإنهاء الإجراءات التي تخص الدخول في أسرع وقت ممكن. زميلنا أسامة العبيدي تابع أعمال الجوازات في مطار الملك عبد العزيز الدولي وقدم لنا هذا التقرير. نشوف التقرير ونعود لكم مرة أخرى. لبيك لا شريك لك لبيك. تسعى المديرية العامة للجوازات في صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز الدولي لتسابق الزمن في تقديم كافة السبل والخدمات لتسهيل وتيسير دخول حجاج بيت الله الحرام، بتكليف ما يقارب 1000 مشارك، 60 منهم من العنصر النسائي المدرب على خدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة. كما يلاحظ الجميع وكما يعلم الجميع الجهود المبذولة من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجيج بيت الله بكل يسر وسهولة. وكما يعلمون الجميع أن الجوازات تقوم بدور استقبال الحجيج ومن ثم إدخالهم عن طريق نظام الحج لدخول المملكة العربية السعودية وأداء الفريضة. طبعا في بداية الأمر نستقبل حجاج بيت الله فور وصولهم من الطائرات إلى صالات الحج المخصصة للجوازات، ثم يقوم فريق عمل حياك فريق يقوم باستقبالهم والترحيب بوصولهم من المملكة العربية السعودية، ثم يقوم أفراد الجوازات بتنظيم الحجاج داخل الصالات الحج على الكاونترات التي يعمل بها أفراد الجوازات لإنهاء إجراءات دخولهم وأخذ الخصائص الحيوية لهم. طبعا بعد استكمال إجراءات دخولهم طبعا في البداية يكون التشيك على جواز السفر وكذلك على تأشيرة الحج، وتكون المعلومات جميعها مطابقة لما هو موجود في الحاسب الآلي. كذلك طبعا عندنا فريق عمل نسائي، هذا الفريق يكون مخصص طبعا للحاجات المحجبات إنهاء إجراءاتهن تمام ودخولهن للمملكة العربية السعودية. في البداية نقوم بالترحيب بالحاج، بعد ذلك نقوم بأخذ الجواز ونطابق الصورة الشخصية مع حامل الجواز،
بعد ذلك هناك عدة إجراءات من ضمنها فحص الجواز على جهاز التزوير اللي هو عين الصقر. بعد ما نقوم بفحص السمات الأمنية الآن ننتقل إلى الكمبيوتر الجهاز اللي هو عندنا هنا موجود. ففي البداية نقوم بإدخال بيانات التأشيرة، بعد إنهاء البيانات التأشيرة نقوم بأخذ الحصائص الحيوية اللي عندنا البصمات والصورة، بعد ذلك نقوم بإنهاء جميع إجراءات الحاج. ولا تتوقف خدمة الجوازات عند هذا الحد فقط، بل قدمت الجوازات فريقا للترحيب بضيوف الرحمن وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من حجاج بيت الله الحرام تحت مسمى حياك. والله احنا دورنا في الأساس ترحيبي بالحجاج، نحييهم ونستقبلهم بابتسامة وننظمهم بحيث أنه نسهل العمل على الشباب في الجوازات، ودورنا تنظيمي طبعا، ترحيبي وتنظيمي في نفس الوقت، ومأخوذ حياك مأخوذ من حياكم والله، يعني نحن بنرحب فيهم بطريقة أنه هذول ضيوف الرحمن طبعا، فإحنا بنرحب فيهم بطريقة جيدة، وفي نفس الوقت عندنا شباب بيتكلموا لغات، يعني كل حجاج بنرحب فيهم بنفس اللغة الخاصة فيهم. عمل دؤوب وجهود تسخر لخدمة حجاج بيت الله الحرام من قطاع الجوازات في مطار الملك عبد العزيز الدولي لتيسير وتسهيل دخولهم لأداء مناسك الحج. من مطار الملك عبد العزيز الدولي، أسامة العبيدي. أهلا ضيوف الرحمن، أهلا حللتم بيننا، أهلا وطأتم دارنا سهلا، يهنيت ركابتنا تعاهدنا واجتمعنا بخدمتكم، نرقى بحج بيت الله نرقى. أهلا ضيوف الرحمن، أهلا حللتم بيننا، أهلا وطأتم دارنا سهلا، يهنيت ذكرتنا تعاهدنا واجتمعنا بخدمتكم، نرقى بحج بيت الله نرقى. أهلا وسهلا بكم من جديد، ونشكر زميلنا أسامة العبيدي على هذا التقرير الذي تابع من خلاله أعمال وجهود قطاع الجوازات في مطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة الحجاج. وبطبيعة الحال مشكورة هي الجوازات، تعمل على مدار الساعة وعادة يعني تتحفنا بالإحصائيات اليومية، وآخر إحصائية صدرت لوصول الحجاج وأعدادهم بلغت 1,400,000 حاج. مجموع الحجاج الآن القادمين من خارج المملكة، يمكن الأيام القادمة ستشهد ارتفاع هذا العدد، حتى اليوم الخامس تقريبا لحظة يعني اللحظة الأخيرة أو اليوم الأخير في استقبال الحجاج. أعزائي الكرام، نتحدث الآن عن مشروع تعظيم البلد الحرام وما يقدمه هذا المشروع من أعمال خيرة مباركة بشبابه وبرجاله وبخبراته وبكل طاقاته البشرية والآلية وخططه التنفيذية في الميدان، يتواجد على مدار الساعة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. ويسعدني أن أرحب بالشيخ الدكتور طلال بن محمد أبو النور، المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام. مرحبا بكم دكتور طلال. مرحبا بك، الله يسعدنا وإياك ويحفظك ربي. يا هلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير دكتور. وأنتم بصحة وعافية، مرحبا. يا هلا وسهلا فيك، وموفقين إن شاء الله مشروع تعظيم البلد الحرام. ويعني كاستهلالية للدخول في الموضوع، التعريف المبسط لهذا المشروع. التعريف المبسط لهذا المشروع هو الإسهام في بناء إنسان البلد الحرام لتعظيم هذا البيت المعظم ولحسن التواصل مع جيران البيت وخدمة أكرم وفد إلى هذا البيت. ما شاء الله. فهذا باختصار هو هدف هذا المشروع. جميل. نعم. جميل. لابد أنه يعني هناك خطط لديكم دكتور طلال في الاستعدادات في المراحل العمل في موسم الحج، كيف تؤدون الأعمال من بداية وضع الخطط الأولية؟ جيد. طبعا المشروع يعني يعتبر أحد المحاور الرئيسة في برامجه ما يتعلق بخدمة البيت والوافد إلى البيت. نعم. وليس هذا فقط في موسم الحج، بل هو على مدار العام. ولذلك من الأعمال التي يقدمها المشروع في المسجد الحرام بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في الطواف والسعي. والحمد لله يعني ابتدأ المشروع قبل 12 سنة
وكان العمل ابتداء في موسم رمضان والحج ثم بعد ذلك امتد في موسم الصيف، ثم بعد ذلك امتد إلى أن أصبح العمل على مدار الساعة طوال العام. ويكون تكثيف العدد في موسم رمضان وفي موسم الحج. فذلك النظر إلى الخدمة إذن، بل يعني ينظر المشروع كوجهة معرفية علمية، وهو أن الحركة المجتمعية في البلد الحرام تدور على محور الخدمة. ولذلك يعني اتجه في هذا التوجه، كيف يستطيع أن يسهم في نشر هذه الثقافة في المجتمع المكي وخصوصا الشباب، بحيث انكسر حاجز النفسي أمام العمل الخدمي، ويستشعر الشاب أن العمل الخدمي في مكة شرف بكل ما تعنيه الكلمة، وواجب ديني وواجب لبلده أن يقوم بهذه المهمة، وأن حقيقة السمعة والصورة الحسنة للشاب المكي هو أن يمارس هذا العمل. وهذا حقيقة هو أيضا إسهام في يعني في الاقتصاد المعرفي، عندما يبدأ اتجه الشباب ويستشعروا أن أيوة هذا التوجه، فهذه حقيقة من أهداف المشروع في هذا الميدان. فعلى هذا الأساس المشروع طبعا يعد خططه من أول العام، ومن ضمنها ما يتعلق بموسم الحج، بحيث يكون هناك وفرة يعني بحسب القدرة من الشباب المكي الذين سوف يسهمون في أعمال الحج. أنتم تشترطون دكتور طلال في من يقدم الخدمة الميدانية أن يكون من شباب مكة تحديدا، يعني بالدرجة الرئيسية أن يكون من أبناء مكة، تفضلون أن يكون من مكة. لأن هذا هدفنا الرئيس، لأن دائما نقول مفهوم التعظيم في بعده الثابت وأن يتحرك به إنسان المكان. لأن هذا هو الموجود، ذلك الوافد إذا جاء لو وجد الحركة الصحيحة السليمة في هذا المجتمع لا يسعه إلا أن يدور معها. فلذلك هذا الهدف الذي يسعى إليه المشروع، لذلك حنقول يعني جهدنا 70% هو للمجتمع المكي، 30% للوافد، ولذلك هذه البرامج كلها نحن نعتبر المستفيد رقم واحد هو الشاب المكي في بنائه وتربيته، ونعم على هذه المفاهيم. ويقولون في الأمثال أهل مكة أدرى بشعابها، أدرى بشعابها، وهذا صحيح. صحيح. وهذا صحيح. وهذا صحيح. صحيح. نعم. نعم. كيف استطعتم دكتور طلال أن يعني تغرسون قيمة التعظيم وهذا المبدأ في نفوس الشباب المشاركين معكم؟ يعني حقيقة ما زلت أذكر والله قبل 12 سنة، يعني كان بعض الإخوة كان يقول يعني هل تتوقع أن الشباب السعودي سوف يقبلون من مثل هذه الأعمال الخدمية؟ قلت بإذن الله عز وجل نراهن على أبناء مكة. وهذا بفضل الله عز وجل يعني ما تحقق في أرض الواقع، وليس في قضية يعني الخيال. فالشباب الذين يقدمون هذه الخدمات، بل يرتقي هذا الشاب إذا كان الشاب يعني يتعاقد معه على بمكافأة محدودة ورمزية وعلى ساعات معدودة، ثم تجد هذا الشاب في كثير من الأحيان هو يقدم وقتا أكثر من الوقت المتفق عليه. عرفت؟ إذن معناه أن هذه القيمة التي غرست فيه أعطته هذه الدافعية وهذا التحفيز في أن يبذل لهذا البيت وأن يبذل للوافد إلى هذا البيت، ويستشعر أنها يعني قيمته وإشباع لطموحه أن يقوم بهذه الخدمة. طبعا هذا باعتبار أن هناك دورات يعني تقدم للشباب. أول ما تبتدي حقيقة بتجلية صورة واضحة جدا عن مكانة البقعة المباركة وعن منزلتها وعن شرف خدمتها، ثم أيضا هناك يعني صورة واضحة عن هذا الوافد الذي يفارق يعني أي وافد لأي بلد ولأي مكان، ثم يعني فتح حقيقة يعني قضية عظيمة جدا لذهن الشاب، وهو أن هذا الوافد معه كنز عظيم لا يقدر بالثمن، معه دعوة مستجابة. نعم صحيح. وأن القيمة هو أنك تستطيع أن تقدم الخدمة الراقية التي تستدر منه هذه الدعوة الصادقة، والتي قد تكون سبب في إسعادك في دنياك كلها وتغيير حياتك كلها. نعم. فهذه أمور وجدنا أنها حقيقة مؤثرة في يعني الشباب، وحقيقة أبرزت يعني صورة المجتمع المكي في خيريته، في نخوته، في شهامته، في عطائه، في صبره، في تحمله، في استعداده أن يتحمل المسؤولية. هذه معاني حقيقة يعني إنسان وجدها، بل ليست هذه أيضا أقول مجرد انطباع، يعني عندنا 3 رسائل أكاديمية في بعض أعمال الشباب، يعني رسالة ماجستير في جامعة نايف الأمنية لأعمال شباب مكة مع القطاعات الأمنية، رسالة في أثر التدريب على شباب مكة،
رسالة في الأثر النفسي لأعمال شباب مكة في مشروع تعظيم البلد الحرام على نفسيات الشباب، رسالة دكتوراه. إذن يعني هذا الأمر الذي أثبت لنا أن هذا الخط بفضل الله عز وجل له تأثير كبير على بناء نفسية الشاب المكي. نعم جميل. أي نعم. طيب دكتور طلال، أعمالكم على ماذا تتركز يعني غالبية؟ هل هي في الإسكان، في مجال الإسكان، في مجال الخدمات الميدانية مثلا، في مجال النقل؟ جيد. يعني باختصار طبعا التركيز بالدرجة الرئيسة عندنا في الجانب الميداني. تمام. الجانب الميداني يعني من الأعمال التي يقوم بها الشباب كما قلت يعني خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في الطواف والسعي. نعم. بالعربات بالتنسيق مع الرئاسة. طبعا المشروع منذ أن ابتدأ وهذا كان له هدف أن لا يعمل شيء لوحده، وإنما دائما بالشراكة مع المؤسسات الحكومية. أيوة. وكان له هدف وهو أن يكون هذا التلاحم بين الشاب وبين الموظف في المؤسسة الحكومية، فيشعر الشاب بهذا التلاقي، يشعر ما يقوم به هذا الموظف لخدمة بلده ولخدمة البيت الحرام. صحيح. يتعلم منه، يتواصل، يستشعر المسؤولية، يدرك مثلا يعني ما تقوم به الدولة في القيام على هذه الأعمال. فهذا كان هدف. فهذا مثلا عمل. أيضا من الأعمال إرشاد التائه بالتنسيق مع فرع وزارة الحج بمنطقة مكة المكرمة. من الأعمال أيضا التنسيق مع شرطة العاصمة وقوة الطوارئ بالنسبة لي ما يتعلق بحق الطريق ودخول الوافدين إلى الحرم والخروج منه، ما يتعلق بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر في تقديم الإسعافات الأولية في داخل الحرم المكي، ما يتعلق بالدعم المجتمعي للمنومين من المرضى الحجاج في داخل المستشفيات، ما يتعلق بموضوع الاحتفاء بالحجاج في يعني مساكنهم التي يسكنون فيها. فإذا هذه بعض الأعمال التي يمارسها الشباب في عملهم اليومي. نعم نعم. جمعية مراكز الأحياء أيضا يعني طبعا المشروع هو أيوة المشروع هو يتبع وجود يعني. أي نعم المشروع هو يتبع لجمعية مراكز الأحياء، ولذلك حنقول هذا العمل كله هو يصب في الجمعية باعتبار أن المشروع هو فرع من 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 فروعها ومشروع من مشاريعها. ونحن نعلم يعني أن الجمعية بفضل الله عز وجل تحظى بدعم كبير من إمارة منطقة مكة المكرمة، ومن حقيقة صاحب سمو الملك الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، يعني تحظى بدعم كبير جدا ومن مستشار يعني أمير المنطقة الدكتور هشام الفالح، فهو يعني يرأس مجلس إدارة مشروع التعظيم كما أنه يرأس مجلس إدارة المجلس الفرعي بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة. نعم. الشباب اللي العاملين معكم دكتور طلال يعني هل هم من الخبرات القديمة؟ تحتفظون بالخبرات القديمة أو تضخون يعني دماء شابة جديدة في العمل الميداني؟ جيد. طبعا يعني أنا فقط أريد أن أركز إلى ما أشرت إليه. أيوة. وهنا نعتبر أن الشاب هو عندنا المستفيد رقم واحد. فلذلك ليست القضية يعني أول من تقدم له الخدمة نتعامل معه لأنه المستفيد رقم اثنين. نعم. باعتبار لأنه متى ما يعني صار الإصلاح وال في 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 هذا الشاب إذا معناه هي ديمومة الخدمة. فابتدأ المشروع لنعلم أن من عمل في هذا المشروع من الشباب إلى هذا التاريخ ما يزيد على 45,000 شاب. ما شاء الله. من أبناء مكة. عدد كبير. أي نعم. فلذلك مثلا طبعا أيضا من طريقتنا أن 50% ممن عمل في السنوات الماضية و 50% من الشباب المستجدين، بحيث تبقى دائما الثقافة مستمرة بالنسبة للمجتمع المكي متسعة، وفي نفس الوقت أن مستوى الأداء ما ينقص باعتبار أن من جرب ومارس وأصبح عنده خبرة. صحيح. ينقل هذه الخبرة للمستجدين معه. نعم. إذن الشباب الجدد محتاجين لزملائهم القدامى. لا شك لا شك. ولذلك في العمل الميداني. نعم. هذا التواصل. وأيضا يعني الشاب سبحان الله العظيم كما يعني أشرت كيف يعني تبقى عنده هذه الدافعية وأثناء العمل، فهناك عندنا فريق نعده نسميه يعني فريق تواصل، بمعنى أن الشاب تصل له تغذية تربوية مستمرة في أثناء العمل، بحيث تدفعه إحنا إنسان يعني ندرك الجهد، ندرك حرارة الجو. صحيح. ندرك الوقوف، الشاب الذي لم يتعود أن يقف مثلا في الميدان 6 ساعات متواصلة. فلذلك هذه الرسائل لها أثر كبير جدا في بقاء الدافعية لدى الشاب. نعم. وهذا الحمد لله ما لمسناه، وأثبت لنا حقيقة ابن مكة
أنه كما سطر عنه التاريخ بتلك المواصفات العالية الراقية. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. إذن الشباب المكي جاهزين دائما في كل المواسم ما شاء الله عليهم لتقديم الخدمات المطلوبة. نحن نقول نراهن على هذا الأمر، ولا نقوله عن انطباع عام، بل نقوله عن ممارسة وعن دراسة علمية بحثية أثبتت هذا الأمر. نعم, نعم. الله يعطيك العافية دكتور طلال، ويعني ختاما لهذا اللقاء الجميل معك وأنت ترأس يعني هذا المشروع أو مشرفا عاما عليه، ما هي يعني أهم الوصايا التي تقدمها لمن يعمل في الميدان لخدمة حجاج بيت الله الحرم؟ جميل. يعني حقيقة أنا أقول لأبناء الشباب لابد أن تدركوا أنكم مغبوطين على هذا الميدان. صحيح والله، وأن كثير من يتمنى أن يقف موقفكم. ونقول لهم من حقيقة من جرب هذا الميدان لا يمكن أن يسلاه ولا يمكن أن يتركه ولا يمكن أن يتخلى عن هذا العمل. وأقول لعموم الشباب المكي حقيقة كلمة وأتمنى أن تصل لكل شاب، أقول له ها هم يعني حجاج بيت الله قد وفدوا ملايين الألسن التي أكرمهم الله عز وجل وجعل لهم دعوة مستجابة، فلا يفوتك أيها الشاب المكي دعوة مستجابة من حاج وفد من أقاصي الدنيا. يعني حقيقة هذه وصية لكل شاب، وقد يكون ذلك بإلقاء كأس السلام، وقد يكون بدلالة تائه، وقد يكون بشربة ماء. صحيح. وقد يكون بكلمة لطيفة وتعامل حسن. نعم. فلذلك هذه حقيقة ما أتمنى أن تصل لكل شاب مكي، لا تفوتك. صحيح. دعوة حاج، وخصوصا من كبار السن يا دكتور. وخصوصا يعني الحجاج من كبار السن. من كبار السن يعني الشباب يتعاملون مع كبار السن أيضا. هذا صحيح والله صحيح، ولذلك سبحان الله العظيم يعني إذا كان الوقت يعني متاح الحقيقة أنا أذكر موقف واحد يعني، وطبعا الشباب ويعني مواقفهم كثيرة وقد جمعنا عدد منها وخرجت في كتاب اسمه قبلة على رأس حاج، وهي عبارة عن مواقف حقيقية مرت بالشباب. أذكر موقفا واحدا، أحد الشباب جاءته يعني امرأة تريد أن يساعدها في الطواف والسعي، وفعلا قام بخدمتها. بعد أن أتم الخدمة طلبت منه، قالت يا ابن أنا ما أستطيع أن أمشي بالعربة، أريد أن توصلني إلى يعني مكان السيارة، أركب تاكسي وأذهب إلى السكن. فعلا أوصلها وأخرجها بالعربة، ثم طلب منها يعني عنوان السكن، أوقف التاكسي وبعد ذلك أعطاها عنوان السكن واتفق معه وأخرج من جيبه قيمة الأجرة وأعطاها للسائق. الله. وانتهى الموقف وذهب إلى بيته وهو لا يعلم أن أحد علم بذلك إلا الله. في اليوم الثاني جاء رجل يسأل عن شباب مكة، دلوه على مكانهم، جاء قال أبغى المشرف، وصل للمشرف قال يا أخي الكريم أمس يعني والدتي جاءت وأحد شبابكم خدمها، أريد أن ألقى هذا الشاب. فظن المشرف يعني قد ربما أخطأ في التعامل معها أو كذا، قال في مشكلة في شيء، قال لا أريد أن ألقى الشاب. فطبعا المشرف عرف لأن الشاب جاءت المرأة في آخر دوام المجموعة، وكان العمر كان عندنا لفترة واحدة في رمضان، فعندما جاء عرض على الشباب فقال ترى المرأة تريد عمرة كاملة والذي يخدمها قد لا يستطيع أن يصل ليتسحر في بيته، قد لا يجد إلا زمزم. والله يقول المشرف الجميع كلهم قال أنا، فاختار واحد منهم لذلك عرف الشاب فنادى، فعندما جاء الشاب اعتنقه هذا الرجل وأخرج من جيبه 1000 ريال يريد مكافأته، قال أنا ما أخذ وإنما المشروع يعطيني مكافأة، تريد أن تتبرع تبرع للمشروع. حاول فرفض، قال طيب خذ أجرة التاكسي، قال أنا ما أعطيتها لترجع، أنا أعطيتها وقلت لها أدعي لي. نعم. فهذه الصورة حقيقة المتكررة. هذا موقف مؤثر صراحة. أي نعم. فهذا حقيقة أقول ذلك عندما أقول أننا نراهن على الشباب المكي لأن هذا الواقع والميدان الذي أعطانا هذه الصورة بحقيقة. نعم. الله يعطيكم العافية دكتور طلال وموفقين إن شاء الله. شكرا لك على هذه الإيضاحات عن جهود مشروع تعظيم البلد الحرام، وإن شاء الله على تواصل دائما. بل شكرا لكم أنتم الذين أتحتم لنا هذه الفرصة وأن نقدم هذا للمشاهد الكريم. نعم شكرا لك، جزاك الله خير. الله يحفظنا. أعزائي الكرام، ضمن إطار التوعية الوقائية لمؤسسات الطوافة والتي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني، نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران محاضرة توعوية عن إدارة المخاطر وسرعة الاستجابة في الحج، ألقاها المقدم هاني عطار
من إدارة السلامة والتوعية بمديرية الدفاع المدني، تحدث فيها عن الأخطار المحتملة وآليات السلامة. يعني هذه رأس الموضوع أو بداية الموضوع، لكن التفاصيل وتقرير قادم مع زميلنا عثمان المالكي. نتابع التقرير ثم نعود لكم مجددا. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ضمن إطار التوعية الوقائية لمؤسسات الطوافة والتي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني، نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران محاضرة توعوية عن إدارة المخاطر وسرعة الاستجابة في الحج، ألقاها المقدم هاني عطار من إدارة السلامة والتوعية بمديرية الدفاع المدني، والتي تحدث فيها عن الأخطار المحتملة لا قدر الله وآليات السلامة المعتمدة، وذلك لأداء حج آمن لضيوف بيت الله الحرام. الواقع المسافات أرباب الطوائف لها تعاون مثمر مع جهات عديدة من الجهات الحكومية والأهلية أيضا، ومن ضمن هذه الجهات الدفاع المدني لما له دور هام في رعاية والحفظ على أمن وسلامة الحجاج أثناء إقامتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وهذه الدورة ما هي إلا هي إحدى دورات التي تعقدها إدارة الدفاع المدني مع مسافات أرباب الطوائف لتثقيفهم بما بأمور الأساسية في الحماية ورعاية الحاج الكريم أثناء إقامته في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأيضا لتنبيهه كيفية التصرف في الحالات الحجرة سمح الله. وقد استمع الحضور إلى شرح لتطبيقات السلامة في المخيمات وأهم الخطوات الوقائية لمنع الحوادث قبل وقوعها، واشتراطات السلامة داخل المخيمات وخارجها، وتطبيق التعليمات اللازمة للحفاظ على أرواح الحجيج ونشر الطمأنينة بينهم. اليوم بهذا اليوم تنطلق برامجنا في التوعية في اليوم في مع مؤسسة الحجاج إيران، والبرنامج تقريبا هو عن المخاطر وسرعة الاستجابة في الحج. البرنامج ده طبعا التوعية مهما بذل من جهد في عملية الإشراف الوقائي يبقى دور السلوك البشري والأخطاء البشرية، فنحن نتطلع من خلال هذه البرامج والمحاضرات إفادة العاملين على القائمين على خدمة الحاج بإعطائهم بعض المعلومات عن كيفية التصرف في حالات الخطر وفي حالات الطوارئ واشتراطات السلامة في مواقعهم ونقل هذه ما تحت أيديهم من أشخاص وحجاج بإذن الله. وأشاد رئيس مكتب شؤون حجاج إيران السيد غلام رضائي بالجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام وما يحظى به الحجاج الإيرانيون من رعاية واهتمام منذ ساعة وصولهم للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438 هجرية. نرى استعدادات والتدابير مبكرة أخذت من قبل المهنيين وخاصة من قبل المطوفين حجاج إيران، ونرى تشييد الخيام مطوعة مواصفات أوروبية وتركيب مكيفات فريون، هذا يعني يسهل أن يكون الجو مريح لإسكان الحجاج في المشاعر المقدسة إصالة عن نفسي ونيابة عن الزملاء ونيابة عن الحجاج. أشكر جميع القائمين على تقديم الخدمات لحجاج جميع الدول وخاصة حجاج الإيران. محاضرة توعوية للتأكيد على تطبيق إجراءات السلامة وآليات الوقاية من الحوادث المحتملة للحفاظ على طمأنينة وسلامة حجاج بيت الله الحرام. من مقر مطوف حجاج جمهورية إيران الإسلامية، عثمان المالكي، مكة المكرمة.
شكرا للزميل عثمان المالكي على التقرير الجميل والرائع اللي تواصل فيه مع جهود الدفاع المدني وهذه المحاضرة التي ألقيت للمستفيدين وهم المؤسسات أو المطوفين، هم المستفيدين من خلال هذه المحاضرة القيمة في مجال السلامة. أعزائي الكرام، نتحدث الآن عن النقل الترددي وما حققه خلال السنوات الماضية من نقلة نوعية عظيمة جدا لمنظومة الحج وأعمال الحج في كل مراحله. ولا شك أن النقل الترددي أصبح من الأمور الضرورية في أعمال الحج وعملية نقل الحجاج وتصعيدهم من مكة إلى منى ومن ثم إلى عرفات وعودة إلى مزدلفة ومنى مرة أخرى. هذه منظومة متكاملة يعني يقوم فيها النقل الترددي ويقوم بالدور الكبير في عملية نقل الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة. للحديث عن النقل الترددي يسعدنا في استوديو الهواء أن يكون معنا الأستاذ عادل رشاد قاري، وهو المشرف على النقل الترددي بمؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا. مرحبا بكم أستاذ عادل. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله، شكرا لكم استضافتكم لنا في القناة السعودية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عادل، وموفقين إن شاء الله، ولكل المؤسسات ندعو بالتوفيق إن شاء الله لهم من خلال منظومة العمل الجماعي للتكامل للمؤسسات لخدمة حجاج بيت الله الحرام. نعم نعم، أهلا وسهلا بك. ويعني كمدخل للحوار نتعرف على يعني الخدمات المقدمة في موضوع النقل الترددي وأهميته الآن بالنسبة لأعمال المؤسسات. نعم، حقيقة النقل الترددي هو مفهوم بدأ تطبيقه من عام 1416، وبدأ تطبيقه تحديدا على مؤسسة حجاج تركيا على فئة الحجاج الأتراك. نعم. ولاقى نجاح كبير جدا، الأمر الذي دعا وزارة الحج أن يطبقه على 3-4 مؤسسات طوافة. ونحن في أعمالنا في النقل الترددي في مؤسسة حجاج تركيا نخدم حوالي 237 ألف حاج في منظومة النقل الترددي. جميل. وكما تفضلت أنه فعلا هو المنظومة بتخدم هذه العدد من الحجاج في نقلهم من مكة المكرمة، مساكنهم في مكة المكرمة، إلى المشاعر المقدسة سواء منى أو عرفات. ومن ثم تصعيدهم من منى إلى عرفات، ومن ثم إفاضتهم من عرفات إلى مشعر مزدلفة، ومن ثم العودة بهم إلى منى، وآخر مرحلة اللي هي نقلهم من منى إلى مساكنهم مرة أخرى. جميع هذه الأعمال طبعا تتم بالتعاون والتنسيق مع زملائنا في النقابة العامة للسيارات بحكم الإشراف العام على حركة الحافلات. ومن ناحيتنا إحنا كمؤسسات بيكون دورنا في إدارة تنظيم الحجاج وتنظيم تفويج تنظيم إركابهم في حافلات والرحلات اللي يكون حسب طلباتهم ورغباتهم. نعم، أكيد يعني تغير النقل الترددي أستاذ عادل عن أول عن السنوات الماضية في الخطط في التجهيز حتى في عملية المواصفات المطلوبة في الحافلة. نعم، يعني أمور كثيرة ممكن يعني نعم صحيح نعرفها. بتوجيه معالي الوزير الله يحفظه في هذا العام، بتوجيه مباشر تم نقل جميع عمليات إدارة وتشغيل وجدولة رحلات وإرشاد الحافلات إلى النقابة العامة للسيارات. هذا الأمر طبعا استدعى لتغيير آليات وخطط الموضوعة من قبل المؤسسات بالتعاون والتنسيق المباشر واللصيق جدا مع النقابة العامة للسيارات، وبإشراف كامل من وزارة الحج ومن معالي وزير الحج. هذا الأمر استدعى أنه من ضمن المواصفات المطلوبة في تجديد أسطول الحافلات أنه بتوجيه معالي الوزير أنه يكون أعمار الحافلات المشاركة في النقل الترددي 5 سنوات وأقل. طبعا هذا في النهاية بيعكس لرضا الحاج وسهولة نقله وراحته في الحافلة بتنقله عشان يؤدي نسكه. طبعا هذا الأمر طلب أنه من الزملاء في النقابة العامة للسيارات وضعوا أنظمة تقنية خاصة لجدولة الرحلات ومتابعة الحافلات ومتابعة ردودها، وأيضا بالتعاون مع بالنسبة للإرشاد بالتعاون مع جمعية الكشاف المسلم، وذلك بتوفير عدد حوالي 5000 كشاف بكفاءة وجودة عالية باستخدام التقنية الحديثة لإرشاد الحافلات وتوجيهها لمساكن الحجاج ومن ثم العودة بهم إلى مواقع مشاعر مقدسة. جميل، من بيضع الخطط أستاذ عادل بالنسبة لعملية النقل الترددي؟ يعني الاستعداد للنقل الترددي، هل هي المؤسسة نفسها مثلا خط سير معين للحجاج؟ نعم،
طبعا الخطة العامة تضع من قبل وزارة الحج بوكالة الوزارة لشؤون النقل، طبعا تضع المحاور الرئيسية للخطة. لكل مؤسسة بيكون لها مسار معين، ما عدا مؤسستين تشترك في مسار واحد. مؤسسة تركيا لها مسار رقم 9 من عرفات إلى مزدلفة إلى ميناء عفوا، ومؤسسة جنوب شرق آسيا مسار رقم 8، وتشترك مؤسسة إيران وأفريقيا غير العربية في مسار رقم 7 بحكم عدد الحجاج، لأنه كل طريق له طاقة استيعابية في مساحة الطريق وأيضا في مساحات نزول الحجاج سواء في عرفة أو في مزدلفة أو في ميناء. المحور الرئيسي مساحات مزدلفة، هذه هي نقطة يعني النقطة الجوهرية في نجاح عملية النقل الترددي. طول ما توفرت مساحات إضافية لنزول الحجاج في مساحات مزدلفة مع ساعة الطريق المناسبة، يكون في طاقة استيعابية أكبر للنقل الترددي. بعد ما تضع الخطة الوزارة الخطة العامة، بعد كذا يجي دور المؤسسات والنقابة العامة للسيارات بوضع خطة عمل مشتركة بين الجهتين لتحديد الأعداد والمساحات ومواقع نزول الحجاج في هذه المساحات المخصصة في المشاعر، ومن ثم عكسها على جدولة رحلات وعدد حافلات وجداول زمنية معينة لانطلاق الحافلات ورجوعها بمسارات معينة تكون محددة سواء من مكة أو طبعا داخل المشعر بتكون في نفس المسار حق داخل المشاعر المقدسة داخل الحلقة. نعم داخل بالنسبة للمؤسسة عندكم يبدو لي أنه من أوائل المؤسسات اللي نفذت خطة النقل الترددي. نعم صحيح، مؤسسة تركيا يعني الحمد لله أنه في عام 1416 أول مؤسسة طبق عليها هذا النظام تجريبيا، كان من مرحلة عرفة إلى مزدلفة. ومن ثم في خلال السنوات الأربعة اللي بعدها تم اكتمال المنظومة بالكامل من عرفة مزدلفة إلى ميناء. وفي عام 20 تم التوسع في موضوع النقل الترددي لمؤسسة جنوب شرق آسيا، وفي عام 28 أعتقد أو 27 طبق على مؤسسة أفريقيا أو وإيران. نعم الخطوط المؤدية إلى عرفات أستاذ عادل، يعني أضيف خطوط إضافية بالنسبة للنقل الترددي. طبعا الخط الرئيسي للدخول لمنظومات النقل الترددي هو كوبري ملك فيصل اللي هو طريق الداير الرابع. لكن مع التوسع في استخدام المنظومة الترددي لمجموعات لمؤسسات اخرى، يوجد طرق من الدخول من عرفات او من طريق الملك فهد في ميناء. لكن الطريق الرئيسي لدخول جميع المنظومات النقل الترددي بتكون الاغلب حوالي 90% من حركة الحفلات بتكون على كوبري ملك فيصل اللي هو طريق الداير الرابع كمسار موحد يعني. نعم نعم صحيح. طيب السنة هذه في مشروع جديد في مشعر مزدلفة، نعم، إنشاء جسر، نعم، يبدو لي أنه من أهداف الجسر هذا تخفيف الزحام، نعم، في منطقة مزدلفة، لأنه السنوات الماضية كان في يعني ازدحام ملحوظ بين المشاة وحركة السيارات، نعم، الحافلات. السنة هذه حيكون المشروع هذا إن شاء الله حيخفف من الزحام. نعم صحيح، حقيقة هذا المشروع يعني نشكر فيه مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير خالد الفيصل ومعالي وزير الحج وجميع المعنيين في الأمر في وزارة الحج، حيث أن هذا المشروع فعلا يعني يحل إشكالية كانت بنعاني منها سنوات اللي هي فصل حركة المركبات عن حركة المشاة. هذا المشروع تحديدا مشروع جسر المشاة في مزدلفة، لانه التقاطع فعلا تقاطع خطير، بيكون في تقاطع حركه مشاة بكثافه عاليه حوالي فوق 100,000 حاج تقريبا بيعبروا في ذيك المنطقه، ودخول حفلات بيكون كثيف جدا هذيك المنطقه. فكان يعني سنويا بيكون في اجهاد وتعب في اداره الحركه بين المشاة وبين الحافلات. الجسر هذا فعلا بيخفف الحركه، حيكون عدد المستهدف له نحن من المؤسسه نحن ننقل منه حوالي 100,000 حاج تقريبا باستخدام الجسر هذا، لانه الجسر موقعه بنقل الحجاج من مواقعهم مباشره في مزدلفه الى مسار المشاة دون الالتحام او التقاطع مع الحافلات. بالتالي حيكون في عندنا سرعه في تدفق الحافلات، سرعه في نزول الحجاج في مزدلفه في مواقعهم، وايضا سرعه لعوده الحافلات لاستكمال ردودها من عرفات وراحه وسهول الحجاج. والهدف الأسمى منها تأمين راحة وسلامة الحجاج بفصل صحيح. حركتهم عن مسارات الحافلات. إذن حيكون مخصص للمشاة فقط. نعم هو الجسر. نعم جسر هو مخصص لحركة المشاة. أنا أحب أوجه نقطة كمان، إنه فعلا مسار الترددية التركية يمكن هذه السنة يعني حظي بأكثر من مشروع، هذا يعتبر مشروع مفصل للمشروع هذا، لكن أيضا في مشروع آخر في عند من الوادي ايضا لحركه المشاة فصل تقاطعهم عن حركه الحافلات. وهذا الجسر بينقل الحجاج من شمال ميناء الى جنوبها توجيههم الى مسار المشاة، لانه كان في تقاطع المشاة حركه كبيره هناك.
والمشروع الثالث اللي هو مشروع توحيد دخول مشعر عرفات وفصل أيضا حركة المشاة عن الحافلات، لأنه كان في السابق في مسارين لدخول والخروج عفوا لمشعر عرفات بالنسبة لمؤسسة حجاج تركيا. الآن مع الجسر الجديد هذا فصل تماما حركة المشاة عن الحافلات، وأصبح الحافلات حركتها سهلة بدون أي تقاطعات من المشاة في الطريق الرئيسية. نعم. لدخول المشعر. نعم نعم. يمكن عليكم الضغط الأكبر أستاذ عادل إذا كان تأيدني في النقطة أو لا، عملية النفرة من عرفات إلى مزدلفة بالنسبة للنقل الترددي أو الحافلات وصولها، لأنه الوقت محدود. نعم صحيح. في عملية النفرة. نعم صحيح، هي فعلا يعني النفرة هي تعتبر هي الفيصل الرئيسي في نجاح عملية النقل الترددي. صحيح. وحقيقة احنا على السنوات السابقة كلها يعني كنا بنحقق ولله الحمد نجاحات متتالية في موضوع نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة، وفي أوقات ولله الحمد بتكون بحسب سعة الطريق المتواجدة وبحسب عدد وكثافة الحجاج والمساحات الموجودة في مزدلفة، كانت جدا مناسبة ورائعة جدا. نتوقع السنة هذه بالمشاريع الجديدة هذه اللي وضعت السنة في مسارات حجاج تركيا سواء في عرفات أو في مزدلفة أو في ميناء، بإذن الله تعالى أنها تكون في حركة مناسبة وسلسة للحافلات وارتياح إن شاء الله أعلى للحجاج. أضيف إلى ذلك أنا في نقطة بس إذا كان نسيتها، من ضمن المشاريع أيضا في مشروع اللي هو زيادة الساحات المخصصة لنزول الحجاج في مزدلفة، واحد من المشاريع الرابع هذا في مؤسسة تركيا. ممتاز. أضيفت حوالي 35,000 متر مربع إضافية جديدة بإنشاء مصطبتين في ساحات مزدلفة. طبعا هذه تعطي برضو مساحات إضافية لحجاج المؤسسة بحيث أن يكون لهم راحة ويكونوا يعني مرتاحين في مبيتهم في مزدلفة، خصوصا المؤسسة تخدم حوالي 77 جنسية بإجمالي عدد 137,000، يعني تعتبر مؤسسة تخدم من جميع دول العالم. نعم، خصوصا مع زيادة العدد السنة هذه. نعم. أستاذ عادل. نعم صحيح، يعني صحيح. يحتاج الأمر إلى كمان مزيد من الحرص والعمل الدؤوب إن شاء الله تعالى أن احنا نحقق الهدف الأسمى وتوفير مساحات إضافية بعد. نعم. لازم من المساحات. نعم. الإضافية. نعم صحيح. الإحصائية الأخيرة بتقول أنه في زيادة حوالي 350,000. نعم. حاج عن نفس الفترة في العام الماضي. نعم صحيح. نعم صحيح مظبوط، يعني واضعينها في الاعتبار جدا، لأنه العام الماضي كان عدد حجاجنا 108,000، السنة خطتنا يعني وضعناها على 245,000. أيوة. احنا حسب الوصلين حتى الآن 237,000 لحد الآن، ولأنه عندنا كمان فئة من الحجاج ينقلوا بالقطار حوالي 6,000 حاج. فالنقل عندنا في المؤسسة يعني على بجميع أنماط النقل. يعتبر في المؤسسة مطبق عندنا. جميل. ولله الحمد. جميل. الإرشاد أستاذ عادل. نعم. ماذا عن الإرشاد؟ يعني كان في السابق يعني بطريقة يعني يمكن تقليدية أو قديمة، هل هناك جديد في موضوع الإرشاد؟ نعم. إرشاد الحافلات. إشارة إلى توجيه معالي الوزير الله يحفظه بإسناد مهمة إرشاد الحافلات للنقابة العامة للسيارات. النقابة قامت بالتعاقد مع جمعية الكشاف المسلم. أيوه. بتوفير عدد 5,000 مرشد. فيما يخص مؤسسة تركيا، عدد المرشدين متوقع في حدود 1,700 إلى 1,800 مرشد حيكونوا موجودين. هؤلاء المرشدين طبعا بيكونوا تحت تنظيم الكشافة العربي المسلم، بيكون لهم زي موحد، بيكونوا على كفاءة وجودة عالية من التدريب والتعليم، أغلبهم من أبناء مكة اللي كانوا يشاركوا سابقا في 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 الإرشاد. في السابق كان الإرشاد ما فضلت إنه بطريقة تقليدية نوعا ما، إنه مجموعة الخدمة المدنية هي بتأمن المرشدين عن طريقها، لكن لما تكون تحت منظومة واحدة ومتكاملة وجودة عالية في التدريب وجودة عالية في نتوقع جودة عالية في المخرجات. أيضا من ضمن مهام المرشدين إنه هيكون في إرشاد تقني إلكتروني، بحيث إنه مع أجهزة ذكية توضح له مساراته للخروج من مخازن الحافلات وصول لمساكن الحجاج ومن ثم العودة إلى المشاعر المقدسة باستخدام التطبيقات الذكية والخرائط الإلكترونية، التقنية الجديدة يعني. نعم. نعم نعم إن شاء الله. بالنسبة للحجاج السنة هذه تبعكم كم العدد اللي حتخدموه السنة هذه؟ العدد اللي حنخدمه بإذن الله تعالى في حدود 245,000 حاج إن شاء الله تعالى من تركيا؟ لا، من جميع دول، جميع من 77 دولة. نعم 77 دولة يخدمها. طبعا بنسبة 40% من حجاج تركيا تحديدا. والجنسية التركية، والنسبة الباقية من بقية دول العالم. جميل جميل، الله يعطيك العافية أستاذ عادل، موفقين إن شاء الله في هذه المؤسسة وكل المؤسسات اللي بتقدم الخدمة العظيمة لحجاج بيت الله الحرام. إذا لك إضافة أخيرة تفضل. جزاكم الله خير، والله يديكم العافية، وأشكر لكم استضافتكم لنا. إضافة أخيرة ورسالة أوجهها لكل العاملين في 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 خدمة ضيوف الرحمن، الاستشعار بخدمة ضيوف الرحمن هو الهدف الأسمى اللي نسعى له جميعا نحن نخدم فيه حجاج ضيوف الله الحرام. نعم. شكرا لكم وشكرا استضافتكم وجزاكم الله خير. شكرا، موفقين إن شاء الله يا رب. شكرا. إذن أعزائي الكرام، كان هذا هو الأستاذ عادل رشاد قاري المشرف على النقل الترددي بمؤسسة حجاج
تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، متحدثا عن استعدادات هذه المؤسسة فيما يخص العمل في النقل الترددي ويعني نقل الحجاج بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. إذن بالتوفيق لهذه المؤسسة وكل من يعمل حجاج بيت الله الحرام. ويعني انتهينا الآن في هذه الحلقة من هذه الفقرات التي قدمناها لكم على مدى ساعة، سنعود لكم إن شاء الله في مساء الغد عند 11:30 مساء لنغطي أيضا استعدادات جهات أخرى بتقارير حية متجددة. حتى ذلك الحين أنقل لكم تحيات الزملاء في برنامج في خدمة الحجيج وتحيات الزميل المخرج عبد الرحمن الغامدي وكل الزملاء المشاركين. هذا تركي الأحمر يتمنى لكم ليلة سعيدة هادئة. إلى اللقاء، ومن مكة المكرمة نودعكم. لبيك.